التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران سيتطلب ثلاثة أنواع من المفاوضات الناجحة: الأول بين إيران والدول الكبرى 5+1، والثاني بين الرئيس الإيراني من جهة والمحافظين في بلاده، أما الثالث وقد لا يكون الأسهل فبين الرئيس الأمريكي من جهة والمعارضين في الكونغرس من جهة ثانية. الكونغرس يريد تفكيكا كاملا لبرنامج إيران النووي، ولا يبدو أن هذا وارد. القضية هي هل سيصوت الكونغرس على اتفاق؟ تحاول الإدارة أن تتجنب ذلك بكل الطرق. يريد أوباما أن يشارك الكونغرس فقط في رفع العقوبات خطوة بخطوة خلال الأعوام المقبلة وفقا لامتثال إيران للاتفاقية. أهم العقوبات التي سبق وفرضها الكونغرس على إيران شملت تلك التي تحظر تعامل البنوك الدولية مع البنك المركزي الإيراني، وتلك التي تحد من قدرة إيران في الحصول على عوائد نفطها الذي تبيعه في السوق العالمية. وتعزز دراسة أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية من نية أوباما في تجاوز الكونغرس، إذ تشير إلى أنه في إمكان الإدارة أن تعلق معظم هذه العقوبات من دون تصويت من الكونغرس، إذ أن الاتفاقيات المتوقعة مع طهران بشأن برنامجها النووي ليست معاهدة، وبالتالي لا يحتاج إقرارها إلى ثلثي مجلس الشيوخ. يمكن للرئيس أن يعلق تنفيذ الغالبية العظمى من العقوبات، فجميع العقوبات المهمة تشمل بندا يعطي السلطة التنفيذية الحق في ذلك بسبب الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والتي تعطي الرئيس الأحقية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. ما يمكن له أن يعقد الأمر هو رفض إيران الموافقة على تعليق رئاسي مؤقت للعقوبات يمكن إلغاؤه في أي وقت. جرت التقاليد الرئاسية الأمريكية على نحو لا يناقض فيها الرئيس الجديد التزامات الإدارة السابقة في السياسة الدولية، ما قد يسهل على أوباما السير قدما في تجاوز الكونغرس. منى الشقاقي، العربية، واشنطن.